أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من تطور مستمر بفضل ما تحظى به من دعم واهتمام من لدن جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين. جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزير الأشغال بمعالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المشتركة في مجالات البنية التحتية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تطوير البنية التحتية والطرق من خلال الاستفادة من التجارب تبادل الخبرات. أكد الحواج أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية حققتا مراكز متقدمة في السلامة المرورية على شبكة الطرق، مشيرا إلى أن حكومة مملكة البحرين تعمل على مواكبة التطور العمراني والاستثماري والسكاني من خلال التطوير المستمر لشبكة الطرق.